تمام العاشرة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. تحيي الجزائر اليوم على غرار دول العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل سنة، والذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتعلق موضوع احتفالية هذا العام بجائحة كوفيد-19، ويركز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية في جهود التعافي والتأكيد على التضامن العالمي ومعالجة الإخفاقات التي كشفتها الجائحة، مع تطبيق معايير حقوق الإنسان للتصدي لأوجه عدم المساواة والتمييز. خلال نزوله ضيفا على نشرة 8 بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أجاب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور عن سؤال يتعلق بجانب عمل الهيئة على ضوء تحولها وفق التعديلات الدستورية الجديدة من هيئة استشارية إلى رقابية. الميكانيزمات والآليات اللي تمكن تجسيد دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد والمكافحة هذه. في الهيئة فكرنا في مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة. الشبكة الوطنية للنزاهة هي أول مبادرة الأولى من نوعها منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي عبارة عن فضاء اللي يخصص لكافة أطياف المجتمع المدني لدعم دورها في الوقاية وفي مكافحة الفساد. لديه مهمتين أساسيتين، أو يرتكز على محورين أساسيين. المحور الأول هو المساهمة في تأطير والتواصل. هذا الفضاء يمكن من التواصل مع المجتمع المدني وتأطير ومتابعة برامج التوعية والتحسيس ونشر ثقافة نبذ الفساد. المحور الثاني أو المهمة الثانية هي تدعيم مسألة التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. يلتقي اليوم وزير الصناعة فرحات أيتع لبراهم مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية بمقر وزارة الصناعة، ومن هناك يلتحق بنا على المباشر الزميل عبد الرزاق رمضان. عبد الرزاق ما هي أهم محاور هذا الاجتماع؟ تفضل عبد الرزاق. صباح الخير لك لويزا ولكل مشاهدي التلفزيون الجزائري. هذا الاجتماع الذي سيكون يعقد مع المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للأدوات الإلكترونية والكهرومنزلية، سيكون يناقش فيه الجانب المرسوم التنفيذي الصادر في 15 نوفمبر من الشهر الماضي المصارم بالجريدة الرسمية. سيكون فيه مناقشة حول هذا المرسوم التنفيذي وما حمله من جديد، خاصة على مستوى ضبط النشاط وكيفية منح رخصة الجمركة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين للأدوات الكهرومنزلية والإلكترونية، إضافة إلى الرخص التي ستمنح لخطوط الإنتاج وكيفية التحصل عليها، إضافة إلى بعض المشاكل التي تعاني منها هذا القطاع. وأكيد سيكون في حديث حول مجمع إنيام، أين سيحضر معنا بعد قليل المدير العام لهذا المجمع لوضع دراسة الوضعية وكيفية إيجاد الحلول اللازمة لهذا المجمع. شكرا لك زميلي عبد الرزاق رمضان، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الصناعة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. في جديد تطور الوضعية الوبائية، تم تسجيل 598 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 90,014 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 58,146 من بينهم 508 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت أمس 15 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2554 رحمهم الله.
تمنح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل للسلام لهذا العام لبرنامج الأمم المتحدة للتغذية، نظير مجهوداته في محاربة المجاعة وإيصال الغذاء إلى أزيد من 97 مليون جائع في العالم. وستتسلم المنظمة جائزتها اليوم بمقرها بروما عبر حقيبة دبلوماسية بسبب أزمة كورونا. وكانت مؤسسة نوبل قد أعلنت سبتمبر الماضي إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ العام 1944 والاكتفاء بحفل افتراضي بسبب الجائحة، حيث سيستلم الحائزون على نوبل جوائزهم هذا العام عبر حقائب دبلوماسية. أعلنت الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية واللقاحات والموافقة عليها عن تعرضها لهجمة سيبرالية لقرصنة وثائق مرتبطة بلقاح كوفيد-19 الخاص بشركة فايزر وبيونتيك، مؤكدة أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة على اللقاح في اجتماع يعقد في 29 ديسمبر الجاري. وفيما أعطت كندا موافقتها لتلقيح مواطنيها بداية الأسبوع الداخل، حذرت بريطانيا من الآثار الجانبية للقاح بالنسبة للأشخاص الذين عانوا في الماضي من حساسية مفرطة. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أترككم في أمان الله.